إذن يتفضل السيد رئيس جماعة وسلان بقصر الشريف. شكرا للحاج دريس عامر رئيس جماعة وسلان، الرئيس الأستاذ عبد السلام الخالدي كذلك حاضر في هذا الحفل المبارك. شكرا لحضوركم. يتبطل الأصدقاء والأحباب سي محسن العبراني، سي حكيم الرحموني، سي خالد محمد خليلي. تفضل. نعم سي مجمع عياش في جماعة وسلان، السيد حكيم الرحموني نائب رئيس جماعة وسلان، وكذلك سيد محمد خليلي رئيس مصلحة الموظفين بمجلس عمالة مكناس، ومجموعة من الأصدقاء، السيد محسن العمراني من جماعة مكناس، عفوا جماعة وسلان. لا ننسى أحبابنا وأصدقائنا الحاج أوزي. أبي علي الصحراوي. المستشار في الصناعة التقليدية هشام مرور. كذلك في هذا اليوم نحتفل السيد سي محمد بن رحيلة أخونا وحبيبنا. كذلك لا ننسى أستاذنا الجليل أستاذ نجيب القوسي. أستاذ كذلك سيد الحراتي الحاج بوكر الحراتي والزاوية الحراتية زاوية سيدي أحمد بن عمر سيدي محمد بن عمر المختاري بأقولي. شكرا سيدي عادل سيدي عادل قرمادي فاعل جمعوي. وكذلك الفنان تشكيل رشيد المغاري. الشريف المنيف والإبليس العلوي. الإطار إرشاد عبد الفتاح. السيد المشيخي خالد إطار كذلك. مازال سعيدة الحافظي أخت الحاج حفيظ الحافظي. الأسرة الحافظية الكريمة. وأنت تدخل كي تدخل وأنا عيط لك كادير قلنا لكم خلوا ما بغيتوش اللي بغى يدور من الباب الآخر. لطيفة الحافظي من الأسرة الحافظية الكريمة، وكذلك ملك الحافظي حفيظي شخصيا.
سيد المهدي السيد المهدي الصبار طارق العالمي المجتمع الملكي عندك جمهور كثير خذنا بصفتك الأستاذ عزوز خطري الأستاذ عزوز خطري شكرا لكل الحقوق الكريم كل باسمه وبصفته أدعو الحافظ رفقة زوجته وأبنائه سكومة 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 حين مولاي الحسن الحافظ بن عثمان الحافظ فين هو الحجريان سكومة صاحب الله الحجريان فين حبيبي سكومة حين أنا يقص الشريط بالجميع مرحبا بالجميع شكرا لسكوما ايفينمون على هذا الاحتفاء على هذا الحضور الكريم النشيد الوطني فلنقف جميعا احتراما لعلم لنشيدنا الوطني وكذلك اعتزازا وافتخارا بوطننا الحبيب النشيد الوطني شكرا للفرقة النحاسية المكناسية برئاسة عبد العالي أبو المعالي ودائما وشكر كذلك لرجال الإعلام الحاضرين لتوثيق اللحظة ودون أن ننسى الفعاليات الجمعوية الفعاليات الاقتصادية الفعاليات الحاضرة معنا كل باسمه وبصفته تحية للجميع ومرحبا بكم جميعا
مازال كنسالوكم صوت الحسني نادي كاينه مازال كنسالوكم صوت الحسني نادي كاينه مع الفرقه النحاسيه المكناسيه وكذلك في هذا اليوم المبارك السعيد يحضر معنا مجموعه من الفعاليات فعاليات اداريه أطر وفعاليات جمعوية فعاليات إعلامية فعاليات بمختلف شرائح تحضر معنا هذا الحفل البهيج هذا الحفل البادر الذي من خلاله نعلن عن افتتاح مقهى ومطعم جولدن وايت بالاس. شكرا للفرقة النحاسية المكناسية برئاسة أستاذ عبد العلي أبو المعالي. شكرا ل كوما إيفنمنت على هذا الديكور الرائع والجميل. مراد سكوما فينك؟ أجي عطينا واحد الكلمة قبل من غادي تسمع لينا سي مراد سكوما من المنشطين الرائعين أخي صديقي نبغي نسمع شي كلمة منه. كاينة سكوما إيفنمنت سكوما إيفنمنت لجميع الحفلات سواء أعياد الميلاد سواء حفلات عائلية حفلات كذلك حفلات رسمية فهو حاضر بكل ما لديه من قوة. تفضل مراد. شكرا لإعلامي ديالنا سي أمين ناطفي وكنشكرو بزاف الحاج الحافظ ديال الفرقة تحرى عليه الصفا الفرقة تفيقات هاد الوجه بشوش اللي صراحة طلع كلمة حق كنقولها في هاد السيد هذا أنا ما كنعرفوش تلاقي ثانوية في هذيك البلاصة كتعرف فلان عارف تليفون عارف تعرف فلان تعرف فلان هو كاع الأشخاص اللي كيعرفهم كناس سافيلات الرباط كنعرفهم أنا وهاد السيد الله يسخر ليه وليداتو فوتوكوبي ديالو أنا نبوس ليه راسو الله يسخر ليه. شكرا سكوما شكرا مراد سكوما. وغادي نستدعي السي محمد برحيله هذه هي من بعض الفعاليات الجمعويه للحاج الحافظي هذه هي متواضعه بطبيعه الحال بمناسبه الاعلان عن افتتاح الرسمي لمقهى ومطعم جولدن وايت بالاس. ايها الاحبه الكرام يتشرف يتشرف أصدقاء الحاج حافظ حافظ العلوي وأعضاء وعضوات المجتمع المدني المكناسي وبشوية الإسلام بتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح مركب سياحي القصر الذهبي الأبيض في الإسلام للحاضرة الإسماعيلية سائلين الله عز وجل أن يجعله مشروعا مباركا ويكون قبلة للسائحين والزوار الكرام. ومرحبا بكم جميعا وشكرا للحضور الكريم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا سيدي محمد برحيله نيابه عن مجموعه من الفعاليات الجمعويه وحاضرا معنا طائفه الاصاله العيساويه ومجموعه الرويس من اكادير برئاسه أخي وصديقي الرائد والفنان الذي فاز في خلال سنوات سابقة فاز بجائزة بمهرجان بهوارة بأكادير الجائزة الأولى في فن الرويس الدكتور جمال الدمناتي. مازال معنا فقرات أخرى لا تخدع اليوم ولا يدريس لا تخدع. نداء الحسن موسيقى
الثانوية الأصالة برئاسة المقدم محمد بن الحاج. نطلبوا من الإخوان يفسحوا لها المجال باش تلتحق.